مبدئيا كده يا جدعان، انا جاي لكم النهارده بحاجه روقان كده. بما اننا وصلنا ل 151 الف مشترك، فانا عايز اقول لك ان انا بحبك اكتر ما انت بتحبني يا حبيب قلب اخوك. فلو انت لسه مش عامل لايك، اتاكد انك عامل لايك الفيديو ده. عايزين نوصله يا جدعان ل 10000 لايك. ولو انت مش مشترك انت فايتك كتير يا اسطى، والله انت فايتك كتير لو مش مشترك ومش مفعل الجرس كمان. تخيل بقى ليه بقى، لان احنا خلاص يا جدعان عايزين نوصل ل 160000 مشترك. فانت لو انت مش عامل لايك اعمل لايك حبيب قلب اخوك، واشترك في القناه وفعل زر الجرس، ويلا بينا على طول نخش على الفيفا يا جدعان. واللي هيحصل في فيفا، وطبعا انت واخد بالك دلوقتي ان تشكيلتك بترخص زي تشكيلتي بالظبط. انا تشكيلتك يا جدعان رخصت تقريبا في حدود 30 40 مليون، فانا قلت الحق نفسي بصراحه. ليه بقى يا ابو عادل تلحق نفسك؟ لان انا في كل مره يا جدعان مش ببيع التشكيله وبخاطر، فاهم؟ والموضوع بيمشي معايا، والتشكيلات مفيش اسعار بترخص خالص. بس انا معايا كام لاعب كده سعرهم عالي، وشكلي هخسر في وسط، شكلي مش هخسر، شكلي هبلع فيهم اقسم بالله. فانا لازم دلوقتي اضحي. لازم تضحي يا بام يا حبيب قلب اخوك. بس الكلام ده مش ليك، انا ما بقولكش بيع التشكيله، تمام؟ عشان ما تجيش تقول لابو عادل هلا بيع التشكيله دلوقتي ولا ما. انا ما بقولكش بيع التشكيله، انا بقولك ان ابو عادل هو اللي هيبيع التشكيله، تمام؟ عشان انا خايف بصراحه، فاهم؟ ممكن تبيع التشكيله تقوم لابس، فاهم؟ وممكن ما تبيعش التشكيله تقوم لابس برضه، في الحالتين هنلبس، فاهم؟ فالمهم يا جدعان، انا انت اكيد فهمتني. انا هبيع فيرديناند، تمام؟ انا هبيع فيرديناند وننزل مين؟ ننزل مين؟ انا عايز حد، انا عايز الواد اشلي كول. فين اشلي كول؟ اشلي كول بس بالظبط كده، اشلي كول موجود دلوقتي. بقى يا جدعان نطلع الواد فولر، تمام؟ فولر يطلع وننزل الواد جاكبو. خلصنا ليه دلوقتي؟ انا هقول لك ليه دلوقتي. اهدى بس معايا كده، اهدى معايا كده حبيب قلب اخوك، تمام؟ مين؟ امبابي. سيب امبابي، ريتشالسو. امبابي نازل تقريبا صح. ده امبابي، بس امبابي نازل ايست يا جدعان، امبابي نازل ايست في المصافة. سيب ريتشالسون كمان، وهنبيع لويس فيجو وهنسيب امبابي برضه، فاهم؟ نروح فين؟ تصدق ان انا معايا الواد تريمي يا جدعان؟ والله العظيم الواد تريمي ده جامد، والله العظيم جامد يا جدعان. بس انا محتاج واحد فاهم في المركز بتاعه احلى، محتاج واحد ار دبليو فاهم المركز ار دبليو، محتاج واحد ار دبليو يكون حلو. مفيش، خلصنا نسيب الواد تريمي. الواد تريمي نار برضه والله العظيم يا جدعان. الرجل بتاعته كام؟ الرجل بتاعته اربعه وفاهم، وخمسه خمسه، القدم بتاعته خمسه خمسه. استنى على الشاب الله، استنى على الشاب. اللعيبه ما لحقناش نتهنى بيها والله. سيب حكيمي، حكيمي كده كده ان في نسخه منه نازله، تمام؟ نبقى الواد بلينجام، الواد سي ام، تمام؟ نازل منه نسخ بلينجام، نازل منه نسخ تاني. ولا اقول لك نسيب الواد بلينجام ولا نبيع؟ نبيع بلينجام، بيع يا حبيب قلبك، بيع. ما حدش واخد منها حاجه والله. نيجي على الواد فولر، بيتباع. استنى نشوف كده الاول، بيتباع بيتباع، خلصان حلو قوي. الناس طالبينه، فاحنا نديه لحد يلبسه، فاهم؟ بدل ما نلبسه احنا، عشان بقى ما تلبسه. حط الواد تريمي ان البتاع، ايوه خليه ينزل 105 عادي، والله مش فارقه، والله العظيم ما فارقه يا جدعان. روح ياد يا فولر، عشان انا كنت انا اشتريته ب 160 مليون، بلعت في 30 مليون والله العظيم، يمكن اكتر كمان، لان انا في ضريبه، في حوار ضريبه بيتباع بيه، فاهم؟ بعنا دلوقتي الواد بلينجهام والواد فولر، ناقصنا مين تاني؟ ناقصنا لا جاكبو، سيب جاكبو يا جدعان. ناقصنا فيجو وميسي. طب دول بقى يا جدعان دول حوارهم حوار والله العظيم. فيجو بيتباع، فيجو بيتباع يا جدعان ب 165 مليون، ميسي بيتباع. طب يعني هل اسيب ميسي يا جدعان؟ والمشكلة ان ميسي نازل، وميسي نازل ار دبليو اصلا، فاهم؟ انا شكلي اسيب ميسي بصراحة، يعني شكلي اسيب ميسي، بس قشطة ماشي. والواد جاكبو والواد فيردن دلوقتي بقى يا جدعان، في الحالة دي هتعمل ايه؟ في الحالة دي بقى هتعمل ايه؟ انا هقول لك هتعمل ايه، حاجة واحدة بس بتحتاجها، فاهم؟ ثانية يا جدعان هروح اعملها واجي لك على طول، ثانية بس. جينا دلوقتي بقى يا جدعان عشان نبيع لويس فيجو، بس انا فكرت في كام حاجة كده انا هقول لك عليهم دلوقتي، فاهم؟ عشان ما نبلعش بصراحه. احنا اول حاجه نيجي عليها هي الار دبليو والبلد والمنطقه، ننزل تحت كده على البرتغال. انت هتعرف دلوقتي انا بعمل ايه، فاهم؟ اصبر بس كده، نروح بس ايه على قطر، عايزين قطر كمان يا جدعان، تمام؟ فين قطر؟ قطر ايوه، تعالى يا قطر، روح هيظهر لنا دلوقتي يا جدعان لاعبين، تمام؟ هتعمل ايه يا ابو عادل؟ تعالى يلا بينا، يلا ايوه بس كده نبيع لويس فيجو يا جدعان.
نبيع لويس فيجو بالرنكات بتاعته الجميله فاهم. روح يا فيجو، روح يا فيجو كده يا جدعان، بعنا فيجو خلصنا. نروح على طلباتي نرجع بقى الواد ده اللي احنا استعملناه في الجريمه يا جدعان. ده فاهم اداه الجريمه بتاعتنا دلوقتي يا جدعان. بقى معايا كام دلوقتي؟ بقى هيبقى معايا 134 و165، يعني انت كده بتتكلم في حدود 300 مليون. بس انا ممكن الغي بلينجهام بصراحه، ممكن الغي اي لاعب من لاعيبه الالتيميت. انا فكرت فيها كده، انا هقول لك على الفكره دلوقتي وتقول لي صح ولا غلط فاهم. بس اهم حاجه نروح لميسي بس كمان. لا لا سلام، لا يعني سيب ميسي، سيب ميسي مش هيرخص، مش هيرخص عشان اسمه فاهم. ميسي اسمه مش هيرخصه، فاحنا لسه دلوقتي هنشوف. تعالوا نبيع اول، لا سيب حكيمي وسيب بلينجام برضه. تعال نبيع مين؟ بس انا حاسس انهم هيرخصوا والله العظيم، المشكله انهم هيرخصوا. المهم يا جدعان نروح على فيرديناند. تمام فيرديناند انا حاسس ان هو على الله، فوالله بصراحه فيرديناند انا حاسس ان هو هيبقى على الله يا جدعان. فيرديناند من انجلترا. تمام نشوف بقى ايه السي بي الجميل. طب انت هتقول لي هتبيع ازاي يا ابو عاد؟ هقول لك دلوقتي هتبيع ازاي. اول حاجه تيجي على السي بي. تمام تاني في حد من فرنسا، تعال تعال نختار انجلترا فاهم. تعال نختار انجلترا وفرنسا. تمام الو الو ايه اللي حصل؟ بس روح يا فيرديناند، روح يا فرد. 29 مليون يا فيرديناند، مش خساره يا فرد. روح يا حاج فيرديناند، روح. بقيناه جدعان خلاص ب 29 مليون، بقينا فيرديناند ب 29 مليون دلوقتي في لاعب. تمام انت تقول لي دلوقتي يا ابو عادل لما انت فاهم كده ليه كده انا هقول لك دلوقتي ليه كده وليه كده. ليه بقى؟ انا جاي لك دلوقتي. اول حاجه يا جدعان تعالى بس ايه نعملها. اول حاجه نعملها هنيجي عند الواد ريتشالسون. تمام ريتشالسون، الكلام ضاع مني اقسم بالله، الكلام تاه مني. هنحط الاول ميسي، انا هنزل ميسي، انا هنزل ميسي. تمام وبلنجام احنا قلنا مش هنبيعه، عايزين نخلي التشكيله كلها تشكيله التيميت. حط بلنجهام، بلنجهام كده كده مش هيتباع، فخلاص كده مين اللي هيتباع معانا؟ يا عم نشوف مين اللي هيتباع. في حد انا حاطه هنا من غير مش في مركزه خلصان. هات لي مركز بقى ايه، ننزل ستونز. ننزل ستونز يا جدعان، ما هو فيرديناند خلاص اتباع فاهم؟ نطلع حكيمي وننزل ستونز. يبقى كده خط الدفاع معانا سيب ده في النص كده عشان فاهم، عشان ما يخوتش الدنيا ما يضيعش الكلام فاهم؟ اهم حاجه بس كده بقى 18 18 14 كده التشكيله بتاعتنا اوفر 130. نايس لنا بس حاجات بسيطه، حاجات بس انا جاي لك دلوقتي هنعمل ايه في الحاجات البسيطه. ريتشالسون هيتباع، هنجيب مكان هنجيب مين بقى مكان ريتشالسون؟ هنجيب الواد دروجبا فاهم، هنجيب دروجبا كده كده دروجبا 108 برضو ايكون نازل، فهتبقى الدنيا حلوه. فين بقى ريتشالسون؟ راح فين ريتشالسون؟ برازيلي، برازيلي واسمر. تمام ترقصها خلصان. نجيب يا جدعان الواد ريتشالسون اس تي 113. تمام برازيلي. نخش على المركز اس تي، نصف الاول، لازم تصف الاول. هات لي مثلا البرازيل وانجلترا خلصانه. يبقى كده البلد والمنطقه انجلترا. فين انجلترا؟ فين بقى البرازيل والبرازيل؟ يلا بينا، يلا يا جدعان استنى على الشباب. لا اداه الجريمه رقم 2، اداه الجريمه رقم 2 ريتشالسون. روح يا ريتشالسون ب 2 وتع... لازم تبيع باعلى سعر، لازم تبيع باعلى سعر فاهم تكسب. ما هنخسر يا اسطى، هنخسر يعني؟ قول لي انت هنخسر؟ لا مستحيل نخسر طبعا. دلوقتي يا جدعان بعنا مين؟ طب بصوا يا جدعان انا هقول لك على حاجه دلوقتي. بصوا يا جدعان معايا، احنا طلعنا حكيمي، هل حكيمي نبيعه يا جدعان؟ انا محتار اقسم بالله. طب سيب حكيمي، نركن حكيمي دلوقتي، سيب حكيمي دلوقتي هو وبلينجهام، لان اي لعيبه التيميت يا جدعان انا حاسس ايه ده، راشفورد بيتباع، راشفورد بيتباع يا جدعان. هو حلو 110 100 مش عارف ايه. طب يلا يا جدعان ب 2 مليون، طب والله العظيم حلو، طب والله الموضوع حلو، راشفورد بيتباع. بصوا يا جدعان دلوقتي بقى معانا ايه بقى؟ لا شيل ادوات الجريمه بس، اهم حاجه ادوات الجريمه. الناس تاكل وشنا والله، الناس تاكل وشنا يا حبيب قلب اخوك. نبص دلوقتي يا جدعان، فولر ب 130 والواد فيجو ب 150، يعني انت داخل دلوقتي بتتكلم في حدود 300 مليون. يعني قول 350 بفيرديناند وريتشالسون، هل ال 350 مليون يجيبوا لنا لاعبين حلوين كده يا جدعان من حتى ستوتي؟ والله لا، انا طمعان في لاعبين والله العظيم، مش لاعبين بس والله فاهم. انت اتبعت طيب ولا لسه يا اسطى؟ يعني اتبعت؟ ايوه يا عم هات لنا الفلوس بتاعتك يا عم. بقى معانا 5 مليون يا جدعان، معانا 5 مليون. تمام نروح نبيع مين تاني؟
حكيمي ممكن نبيعه، جاكبو كده كده مش مستلم رابط ستونز جفارديول. تعالى بقى كده ايه افهمك حاجه بقى ايه على لعيبه الالتيميت، ليه انا مش هبيع لعيبه الالتيميت؟ لو انت واخد بالك معايا كده ان معظم لعيبه الايكون رخصت، تمام؟ معظم لعيبه الايكون رخصت معايا. طبعا الواد بوجبا هيتجاب في الجيب مكان ريتشارلسون اللي اتباع، فاهم؟ فبوجبا لازم نجيبه ان شاء الله لما الناس تختم تصريح النجم هنجيبه يا اسطى. فلو انت الحق ختمه كده، فاهم؟ ابو عادل محتاج. المهم يا جدعان، كل لعيبه الايكون بتتباع. يعني شوف اشلي كول حرفيا ما فيش حد عارف لا يجيبه، ما فيش حد محتاجه اصلا، كل الناس بتبيع بصراحه في لعيبه الايكون. ولو جينا على ايزابيو نزل لل 80 مليون، يعني برضو كل الناس بتبيع اللعيبه الغاليه اللي معاها. ليه بقى لعيبه الالتيميت هتغلى؟ انا هقول لك ليه. لان في ناس يا جدعان عايزه تعمل تشكيله كامله من لعيبه الالتيميت بس معهاش ملايين. الحدث اللي جاي ده هيعمل ايه؟ بيوزع ملايين. فالناس لما يجي لها ملايين هيروحوا يشتروا لعيبه الالتيميت اوفر 108 عشان لعيبه كويسه ولعيبه نار، فاللعيبه تبدا سعرها يعلى، فاهم؟ اللعيبه تبدا سعرها يعلى فالسوق يولع، فاحنا نعمل ملايين بقى، فاهم؟ فعشان كده انا مش هبيع لعيبه الالتيميت، انا هبيع بس اللعيبه الثانيه العاديه زي ما وريتك كده، زي الايكون فولر ولويس فيجو وفيرديناند وريتشارلسون. يتباعوا، فاهم؟ دول يتباعوا. ريتشارلسون العقد ده يتباع لان في بوجبا مين؟ دروجبا. في الواد دروجبا اقوى من ريتشارلسون بصراحه من رايي انا، فاهم؟ دلوقتي تشكيلتنا نزلت 400 مليون. يا خرابي يا عراوي يا خرابي. التشكيله في ذمه الله يا جدعان، والله الهجوم في ذمه الله، الدفاع في ذمه الله، خلاص كده ضاع والله. فاحنا مستنيين دلوقتي يا جدعان بقى حدث التوتي ينزل معانا، عشان الحدث ده يا جدعان الحدث ده ما فيهوش اي ميزه خالص حرفيا. الحدث ده وحش جدا، النت وحش يا جدعان برضو، لان انا فاتح البتاع. الحدث ده وحش جدا من اوله لاخره اقسم بالله، سواء عروض مكافاه. مش هخش على حاجه تاني لان في بقى تزعل. حتى المقايضه يا جدعان اللي نزلوها، المقايضه اصلا ما بيطلع لكش حد والله العظيم. يعني بيطلع لك لو انت هتروح تقايض على فيراتي ملوش لازمه، نيستا ما بيطلعش، لاريسون انت بتعمل له بتشتري المقايضه بتاعته ب 22 مليون عشان تجيبه وتبيعه، فاهم؟ ب 17 مليون فملهاش لازمه. يعني شوف هنا محتاج 15 لاعب. تاني حاجه جاتوزو، تمام؟ تعمل مقايضه بيطلع لك، بيطلع للناس يا جدعان كتير، جاتوزو بيطلع للناس، لكن لو جيت تبيعه مش بيتباع اصلا، اللعبه راحت في حته ثانيه اقسم بالله. وانت مش هتعرف تنقل الرانكات، لازم تبيع اللعبة بتاعتك بالرانكات وتعمل وتبني رانكات من الاول وجديد، فاهم؟ فاللعيبه خلاص كده والله العظيم. ومش هقول لك مع السلامه يا حبيب قلب اخوك، لان انت كده كده شفتني الفيديو الجاي واحنا بنجيب مهاجم قوي وبنجرب التشكيله يا جدعان. ومش هقول لك مع السلامه، هتشوفني ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. وبيس.